من جانبه ثمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي أنشطة البيع عن طريق الإنترنت والطاهي من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني لبرنامج خطوة للأسر المنتجة أو الانضمام لبرنامج سجلي. واكد معاليه ان توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاءت انعكاسا لحرص سموه على تلمس تطلعات واحتياجات المواطنين ومراعاه مصالحهم والسعي الدائم والحثيث لتلبيه طموحاتهم ودعم اسهاماتهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في مملكه البحرين واوضح معالي رئيس مجلس الشورى ان هذه الخطوه المقدره جاءت متناسقه مع الاقتراحات والرؤى التي طرحها اصحاب السعاده النواب والقائمون على هذه المشاريع والراي العام من خلال توفيرها حلولا بديله بمرونه اكبر مشيدا بالجهود المتميزه لوزير الصناعه والتجاره والسياحه وكافه المسؤولين في الوزاره